السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوتي الموالاة، مرحبا بكم معايا في حلقة جديدة. حلقة اليوم إن شاء الله اللي غتهضر على واحد الموضوع اللي هو بالنسبة لي موضوع مهم بزاف، وحلقة اللي غتكون يعني أكثر من هي ديال الدريساج ولا ديال تدريب الكلاب، هي حلقة توعوية. دونك هذا لو سوجي ولا هذا الموضوع اللي بغيت نهضر فيه اليوم هو موضوع اللي ماشي بزاف ديال الناس اللي كيردوا ليه البال. كاينين بعض الناس اللي يعني كيعرفوه، وكاين بعض الناس اللي فئة كثيرة اللي ما كتعرفوش وما كتردش ليه البال. وحلقة ديال اليوم غنسميها يعني واحد الاسم ولا واحد العنوان، عطاه واحد العنوان اللي هو شويه بيزار، شويه في شي شكل يعني شويه غريب. غادي نسميها كيف تقتل كلبك في 5 دقائق. دونك سي فري نقدروا نقتلوا الكلب ديالنا في اقل من 5 ديال الدقائق. كيفاش غنقتلوا الكلب في 5 ديال الدقائق؟ كاينه واحد الاداه اللي كلنا كنستعملوها يوميا مع الكلب ديالنا. هذيك الاداه الا ما رديناهاش ليها البال، ولا كنا اقتنيناها ولا اشتريناها من واحد المكان اللي غير موثوق فيه، ولا يعني هذيك الاداه كتكون يعني غير مقننه ولا مصنوعه بطريقه جيده، تقدر تسبب الكلب ديالنا في القتل. يعني هذه الاداه هذه اللي هي الحزام. الحزام ما كاينش فينا اللي ما كيخرجش كلبه بحزام، ولا ما كيربطش الكلب ديالو بحزام. هذا الحزام هذا عنده واحد لوبو ديالو في طرف ديال الحزام، كاينه واحد الاداه اللي هي كالتالي، عندها واحد لو بوطون وكتسد مع لاشين. هذه يعني كلنا كنعرفوها وكلنا كنستعملوها، واي يعني انسان عنده كلب كيستعملها. ولكن اللي خصنا ردوا ليه البال وخصنا يعني نديروا منه اتونسيون، وخصنا يعني نكونوا حذرين من بغيو نشريو هذه الاداه هذه، وكتكون يعني في جميع الالوان جميع الاشكال، كتكون في مختلف الاشكال. هاد لو موسكوتون، هاد الاداه هادي كيف ما لاحظتوا هذا عنده واحد لو سيستيم، يعني هاد لو سيستيم كيدور، عنده واحد يعني برنامج ولا مصنوعه بواحد الطريقه اللي هي كتسمح ليها بالدوران. اشنو علاش كتصلح وشنو هي الفائده ديال هاد الدوران ديال الموسكوتون ولا هاد لا بارتي ولا هاد القطعه هادي اللي كتدور؟ الهدف منها اللي هو ملي كيكون يعني الكلب ديالي مربوط بهذه الطريقه، الكلب ديالي مثلا كيكون مربوط، سيرتو يعني بخاصه الناس اللي عندهم الكلاب مربوطه يعني في الاسطح ولا مربوطه في الحدائق ولا مربوطه في البيت، خصهم يعني يكونوا يعني حذرين وجد حذرين من هذه المساله هذه، لانها كتقدر تؤدي بالموت للكلب ديالكم في اقل من 5 دقائق. دونك كيف ما قلت لكم هاد الاداه هادي عندها يعني واحد لو بروغرام، واحد لو سيستيم يعني كيدور من هنا. الكلب ملي كيتربط استريس، يعني كيتوتر وكيتعصب وكيقدر يبقى يدير كيدير عمليه الدوران حول نفسه. دونك هذيك عمليه الدوران حول نفسه لو شيان كيبقى يدور بهذه الطريقه هادي، بهذه الطريقه هادي. الا لاحظتوا انها السلسله ما كت يعني لا تعقد، ما كتعقدش، لان هاد لابارتي هادي هي اللي كتساعد ان السلسله ما كتعقدش. يعني الكلب فاش كيدور كيدير عمليه الدوران حول نفسه، ما هاد السلسله هادي ما كتحزمش. اللي كيساعدها في الامر هو هاد لابارتي اللي كدور هادي. دونك الا ما كانتش هاد لابارتي هادي ولا هاد القطعه هادي كدور، يعني الكلب سيوقع عليه هاد المساله. دونك هادي يعني بزاف ديال الناس عندهم هاد لابارتي محزومه، هاد الاداه هادي ومحزومه بواحد يعني الحزام هنايا. دونك كيف ما لاحظتوا نعاود نفس المساله، هادي ما كدورش، الكلب راه كيدور على حول نفسه، سيشنق، سيقوم بعمليه الشنق. الكلب سيشنق، يدور شحال من دوره؟ عنده دوره، جوج دورات، ثلاث دورات، الكلب مشى، الكلب مات، ما بقاش الكلب. دونك ما نجيو حنا فين نمشيو نقضيو الغراض، ولا عندنا 5 دقائق ولا 10 دقائق ربطنا الكلب ديالنا بواحد الاداه بحال هذه، الكلب توفى الله يرحمه. دونك خصنا نردوا البال من هذه المساله هذه، لانها مساله خطيره 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 جدا. علاش دابا في اوروبا جميع الاحزمه اللي كاينين في لي زانيمالغي، ولا كاينين يعني في لي ماغازان ولا في المتاجر ديال الادوات ديال الحيوانات، ممنوع عليهم يبيعوا دي موسكوتون اللي ما كيدوروش. كل كاع لي موسكوتون كيدورو كلهم. دونك باش يعني نتفاداو عمليه الشنق ديال الكلب ديالنا. دونك هاد لي موسكوتون هادو يعني سي انتيردي،
يعني هادو ممنوعين يتباعوا في لي زانيمالغي ولا في يعني في المستودعات اللي كيبيعوا يعني اللوازب ديال الكلاب. وكاينين دي موسكوطون كوم سا، انا شفتهم في البلاد في المغرب شفتهم كاينين دي موسكوطون، هادو هاد يعني القطع الحديديه كاينين، ولكن ما عندهمش هاد البرنامج هذا اللي كيسمح ليه بالدوران. دونك وبالتالي الا ما كانش عندك هاد البرنامج هذا بالتالي سيوقع لك، سيحدث ما حدث مع هذه الاداه، يعني نفس السيستم نفس المشكل. الا لاحظتوا غنعاود نفس العمليه وغادي نشد هاد البلاصه هادي باش ما تدورش، باش ما تدورش. دونك الدوره الاولى، الدوره الثانيه، الدوره الثالثه، شنقت الكلب، الكلب كيتشنق نفس ما كتبقاش طلع وتهبط، كيتخنق وكيموت. دونك دابا نخلي السيستم كما هو ونقوم بعمليه الدوران. لاحظتوا ما كتحزمش، كندور ما كتحزمش. هاد المساله هادي مهمه بزاف، كيكون هاد الراس هذا قابل للدوران. دونك كيف ما قلت لكم خصنا نردوا البال من هاد المساله هادي بزاف، لانها مساله مهمه، ويعني بواحد لو جيست ولا واحد يعني الفعل بسيط اننا نتفاداو نشتري ولا نقشانيو هاد القطع ولا هاد الاحزمه اللي ما فيهاش هاد السيستم هذا ولا هاد البرنامج اللي كيدور، كنقدروا يعني نقضوا الكلب ديالنا من الهلاك. دونك كان هذا هو الموضوع ديالي ديال الحلقه ديال اليوم، نتمنى تكون يعني الافاده للجميع، ونقدروا نقضوا بزاف ديال الكلب ديال الكلاب بهاد لا فيديو هادي. وكنتمنى منكم يعني الناس اللي محبين الكلاب وباغي الكلاب ما يموتوش وما يتاذوش يبارطاجيو هاد لا فيديو، حيت كاينين بزاف ديال الناس اللي ما فراسهمش هاد المساله وغايبه عليهم. دونك بارطاجيو لا فيديو، وما تنساوش ديروا اشتراك للقناه ديالي وجيم ودي كومونتير، حيت لي كومونتير كيف ما كنقول ديما هما اللي هذا راه كان سؤال تطرح عليا، لي كومونتير اللي كنستنبط منهم يعني الاسئله والاجوبه والمواضيع اللي كنطرح في لاشين ديالي. وتبارك الله عليكم، كان معكم خالد بادي ديما من القلب. تشاو.